أولا كل سنة وأنتم طيبين، وأهلا بكم في لقاء تلفزيوني غير مصور وغير مذاع على الهواء مع أبطال فريق تيم 2 إشارب إسود، آلاء هشام وريمان حسام ونور أدري ومحمد البحيري وأحمد جمال وهند ممدوح وإيمان منصور وزهرة. أولا أحييكم على المجهود الكبير منتج الرائع اللي انتوا عملتوه ده، واشكركم وباسمي وباسم الباشمهندسه آية كمان. احنا منبهرين بالمستوى العميق من الفكر ومن التحليل ومن الربط ما بين العناصر المختلفه في الكورس وما بين الافكار المختلفه اللي انتوا جمعتوها من داخل وخارج الكورس، اللي بعتبره شخصيا يعني ده حاجه تدل على ان الموضوعات اللي اثيرت في الكورس أثارت انتباهكم بما يكفي إنكم تعملوا حركة غير تقليدية بالنسبة لطلاب تحت مستوى الدراسات العليا، إنكم تعملوا بحث من نفسكم، فإنكم تبدأوا تقروا في روايات وتبحثوا في معلومات وتربطوا في عناصر وتشخصوا المرض وتتأملوا في الواقع وتربطوه بالتاريخ وتتفلسفوا في نظريات وفي أفكار حواليه، ده يعني أكتر بكتير من مستوى حتى الدراسات العليا. وأنا شفت في تاريخي الإشراف على رسائل ماجستير ودكتوراهات العديد من الأبحاث التي يعني لا يوجد بها ذرة من التأمل أو التفكير أو التحليل، فإنها تكون موجودة في مشروع من كورس في مادة قبل التخرج أنا شايف إن دي حاجة نادرة جدا وممتازة جدا، ولعلي لا أكون مخطئ لو يعني قلت إن ده ممكن يتصنف إن هو أحسن مشروع History 3 Islamic History 4 Islamic في الأركيتكتس جوت تالنت من ساعة لما اتعمل. فبدون يعني الدخول في مديح اكتر من كده عشان ما تتغروش وتفتكروا ان احنا خلاص بقينا احنا والاوسكار قاب قوسين او ادنى، اقول لكم مبروك واحييكم واشكركم وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا دكتور، يعني كلام يعني كبير قوي بصراحه. لا مش كبير يا لا، انا عارف كويس كل واحد فيكم كل واحده فيكم يعني ايه هي اتأثرت وفكرت وتعمقت لدرجة ان يعني بقوا يعني يمكن ده بقى لفترة اسبوعين او ثلاثة او على قد الفترة اللي انتوا اشتغلتوا فيها في المشروع، يعني كان ممكن تكونوا كنتوا بتحلموا بالفيديو ده وازاي هتطلعوه، ويا ترى هيتكرر نفس المأساة بتاعت هيستوري 3 ولا هتتغلبوا على العقدة النفسية بتاعتها. فمبروك عليكم تمام الشفاء. الله يبارك في حضرتك، هو فعلا كنا متعقدين من المرة اللي فاتت. وانا عارف ان انتوا كنتوا يعني قلقانين ان ده يحصل تاني، وعشان كده ان يعني اخدتوا بالكم ان هو ما يحصلش. انا هبدأ على طول بان انا هقفل الشير وعشان اشوف ولا اخلي الشير ونبتدي باللقطة ده اهي من الفيديو بتاعك. موجودة معاكم السكرين شايفينها؟ إن عبث الغزاة بفكرك ذا الهوية العظيمة فكن واثق الخطى أبيا للهزيمة. الشعر ده من تأليف مين؟ أنا كنت ألفته. طيب افتحي بقى الفيديو عشان نتكلم بقى كده فيس تو فيس. اللي مش بيتكلم ممكن يعمل ميوت لنفسه عشان أنا شايف. الشعر ده يا آلاء كان تأليفك؟ أنت بتأليفي شعر عربي يا آلاء؟ والله وأنا يعني كنت كتبته مرة واحدة زمان قوي في أولى إعدادي تقريبا، ومن ساعتها ما كتبتش عربي خالص غير بقى في الفيلم يعني. يعني ده معمول مخصوص للفيلم؟ طيب هل في بقى ابيات اخرى غير ده ولا هي دي بس اللي اتكتبت كجمله؟ لا هو كل الجمل اللي متقاله في الفيلم متغنيه
كانت كل واحدة ليها موضوع في السكريبت. يعني كنت وانا شغالة في السكريبت بجيب حتة انه هي مشكلة انه كنا خايفين قوي ان يحصل ملل مثلا في ان مثلا شخص واحد عمال بيتكلم فترة طويلة، وفي نفس الوقت كنا خايفين في معلومات كتيرة قوي محتاجة انها تتقال، ومش عارفين ان هي لو المعلومة هتتصاغ في شكل جملة ممكن تتقال فتطول الدنيا اكتر. فكان الحل المناسب يعني انه تتقال بطريقة شعرية وتكسر الملل وتتغنى بطريقة حلوة وتلخص المعلومة او اكتر من معلومة في مجرد بيت يعني. طب ما تقول لنا بقية الأبيات إيه اللي اتقالت وجاء التسلسل بتاعها إزاي؟ هو اول حاجة كانت هي إن عبث الغزاة دي كانت اوريدي كانت محطوطة في حتة في الاخر، بس عشان الوقت وكده فرحنا نقلناها في الاول يعني، بس هي طلع مكانها مناسب جدا ان هي تتحط في اول حاجة الواحد يشوفها عشان للمسج يعني وكده. قوية قوي لدرجة ان انا افتكرت في الاول ان انت جايبها من حتة، فكنت عايز اسألك انت جبت الاشعار دي منين. فبرافو يا آلاء، مؤثرة جدا صراحة. ايه دكتور طيب نيجي للفكرة بقى، الفكرة جت منين ان احنا نربط الاحداث ببعضها البعض بالطريقة دي، وان احنا نختار ان يكون التايب بتاع الفيديو هو عبارة عن محاكمة، ومحاكمة رمزية لقيم وليس لأشخاص وليس لآثار وليس لفترات زمنية بل لأفكار. لحظة واحدة بس معلش يا دكتور لحظة واحدة عشان في حد دخل. أيوة معلش أنا أختي دخلت بسرعة كانت شغالة. اوكي. هو حتة المحكمة دي أصلاً جت في الآخر خالص يعني، ما كناش عاملين حسابنا إن إحنا هيبقى في حكم أو محكمة أو كل ده يعني، لدرجة كانت بالنسبة لنا إحنا أصلاً صدمة إن إحنا يعني كفكرة أساساً جت كده يعني، صدمنا انها جت واتحركت قوي في الاخر يعني. كان المفروض نهايه الفيلم اغنيه كنت كاتباها يعني وباشمهندسه لحنتها، بس حصل ان احنا ما بقيناش عارفين نركب اللحن على الكلمات ومش عارفين انها تتغنى. فسبحان الله اليوم ده حصل ظرف كده كنت ناويه اكتبه عربي بس ما اتكتبتش، فضلت بقى فضلنا قاعدين سهرانين في الحته دي نفكر طيب ممكن ختمه الفيديو تبقى عامله ازاي لو مش هتبقى الاغنيه اللي احنا كنا عاملينها، طب حاجه شبه الاغنيه. فبعدين لقينا ان طالما احنا بادئين الموضوع بان هي رايحه تقدم فيهم سجن يعني، رايحه تقدم فيهم محضر، فخلاص نختمها بالحكم. وانه الحكم حتى ساعة الحكم ده كنا عمالين بنفكر طيب خلاص الحكم هيبقى كأنه عقاب لينا احنا للخدوية والحديثة، ان هم ان العشوائيات واللي حصل والدمار المعماري ده هيبقى عقاب ليهم هم. فقعدنا نحاول نفكر في جملة تتحط لها ما بقتش مش راضية تظبط. فإلا لما فكرنا بهدوء شوية لقينا انه هو مش اصلا مش ضرر ليهم هم، ده هو سلب للهوية دي، هي اللي مضرورة، هي اللي اتضربت واتبهدلت وما فيش حاجة يعني. برضو كملوا في نفس الغمامة اللي عن عينيهم وكملوا في الدمار المعماري ده، مش معناه ان هم اللي اتعاقبوا، معناه ان هي اللي اتبهدلت وعاقبوا. لا ده في الاول، هي من زمان واحنا من اول ما بدأنا الفكرة واحنا مقررين ان هي الموضوع كله هو الواقع اللي احنا فيه. هي اللي حصل انه من اول لما فكرنا بعد اول لكتشر للمماليك وكده انه الناس دي قاومت وطلعت مقاومة جميلة قوي، طب احنا ليه مش بنقاوم كده؟ فاحنا فعلا مش بنقاوم، الواقع عامل ازاي؟ طب مين اول حد بدأ البهدلة دي، او مين اول واحد قرر ان هو مش هيقاوم وان هو هيستسلم، ومين اول واحد قرر ان مش هنبص للحاجات اللي عندنا وهنفضل نقلد في الناس اللي بره. فمن هنا بدأنا نفكر كتير بقى، ويعني احنا يمكن من ساعة اللكتشر دي لحد ما بدأنا الفيلم واحنا بس بنفكر في ترابطات الاحداث و مين اول حد بدأ دي يعني، اتأكدت لنا اكتر بعد الانترفيو مع دكتور ريم البسيوني. كان في جمل او حاجات كده بتتقال في النص بتأكد لنا ان يا نهار ابيض اللي هو احنا فكرنا حقيقي يعني، ده حاجات كده بين السطور اللي هو
ايه ده، كنا ساعتها اتصدمنا قوي وقعدنا، فاكره كويس نقول الباشمهندسه ومتصلتها وحاجات غريبه كده. كل حاجه يعني احنا بدانا من اول الليكتشر بتاعت المماليك، بدانا ان احنا نبدا نفكر، وكل يوم بنكتشف حاجه جديده، بنبقى قاعدين مع بعض قاعدين بنفكر كتير، لحد ما بدات دكتوره الروايه اول حاجه بدات فتحت لنا في مخنا حاجات، ودكتوره ريم لما بدات تجاوب على الاسئله بدات فتحت لنا اكتر، وتاكدنا بقى اللي هو التاكيد النهائي اللي فعلا كل معلوماتنا صح. هي مع اخر ليكتشر حضرتك قلتها، حضرتك كل الاستنتاجات اللي حضرتك كنت بتقولها احنا فعلا كنا مستنتجينها، اللي هو فعلا احنا كانت كل حاجه استنتجناها صح، اللي هو احنا بقينا مظلومين بطريقه مش منطقيه. الكلمات اللي حضرتك كنت بتقولها احنا كنا قلناها، واللي هو احنا عاملين على الشات عمالين يا جماعه ايه ده، في ايه يعني؟ بالظبط، احنا كنا مظلومين بطريقه مش منطقيه، اللي هو للدرجه دي احنا استنتجنا، وفعلا طلع استنتاجنا صح، لان احنا ممكن احنا طلبه فالاستنتاج بتاعنا مش دايما ممكن يبقى صح. طيب بس وبدأنا بقى. عايز اتفضل. اسمع ملخص الاستنتاجات دي من هند. ايوه ايوه يا هند. ايوه دكتور. انت قاعده بقى انت واخوكي بتظبطوا في الفيديو، بيقول لك خلي بالك بيحب ايه وما بيحبش ايه. لا لان هو ما جه عمل الفيديو اصلا ما عملوش على النت وكده، ف كانوا اما عملوا ستارة تقريبا وحركوا وراه ماكتات او حاجة زي كده. ده يعني كان قبل عصر اليوتيوب بقى. فما باتشي. باتشي يعني. طيب انت كنت داخله في عمق في التحليلات اللي بتقول عليها آلاء وريمان دي؟ لا، هم غرزوا اكتر ما شاء الله عليهم، يعني هم صراحه دماغهم عاليه قوي. دماغهم عاليه قوي. انت هم الدفعه بتاعتهم تقريبا شاطره. لا بس اكيد لما اتحورتي معاهم يعني وصلتي للنتائج او استخلصتي حاجات. ما كانت كان حوار معاهم كويس. كنا اصلا كنا بنتناقش في البدايه اللي هي الفكره هتبقى ايه. كنا الاول كنا عمالين نقول ان احنا هنجيب صور مثلا نعلقها على الحيطه، يبقى مثلا يعني النور بينور، ونقعد نجيب على الصور دي، والصور دي كانت تبقى كرتون، وقعدنا نتناقش يعني وهيبقى انيميشن مش هيبقى انيميشن، وفي الاخر هم حولوها لكده يعني. دماغهم ما شاء الله. طب سيبك من الإخراج ومن الإنتاج والحاجات دي كلها، إيه أكتر حاجة علقت معاكي في المشروع من أوله لآخره؟ الصراحة أكتر مشهد عجبني خالص اللي هو مشهد ريمان، أما كانوا بيقولوا إن ال اسمها إيه دي؟ إن هي السبب، يعني الشخصية بتاعتها كانت إيه؟ كانت هي السبب. آخر قامت قايلة لأ مش أنا ومش عارفة إيه وكده، كان ده بجد أحلى مشهد يعني ما شاء الله عليه. لما كانت بتعمل المنتج. والمشهد بتاع اللي أما كانت بترمي الخواتم، أما كانت أم أم مستفز، مشهد مستفز، كان بيشوف السلطان حسن من مصدر الضوء الوحيد اللي كان بيدخل له وهو في سجن، متمثل في جبروت الناس اللي ظلموه، متمثل أيضا في قلعة صلاح الدين اللي كان بيشوفها، ومن ساعتها وهو حاطط عينه على قطعة الأرض اللي قدامها. ده مين اللي بيتكلم طبعا؟ دي ايه؟ دي هي واحدة من المماليك. دي واحدة من المماليك. واحدة مملوكية. واحدة مملوكية. بتحكي الحدوتة لمين يعني؟ ولا دي ايه علاقتها بالقضية؟ هي الشاهد الأول. خلي نور هي اللي تتكلم بقى. اطلعي يا نور. الشاهد مع حضرتك يا دكتور. هي كانت الشاهد الأول في القضية، وهي كانت بتحكي، أو هي يعني الهوية كانت بتفتكر اللي حصل في القضية بتتابع الأحداث، فكانت طالعة دي بتحكي في قدرة أو زي قصة للأطفال عن السلطان حسن، وهي كانت عصرت أساسا يعني بناء المسجد لحد وفاته. طيب هي السكريبت بتاع الكلام ده مين اللي كاتبه الحتة دي؟ لا هو السكريبت كله كصياغه الاء اللي كاتباه،
بس ك يعني كحوار وتسلسل احداث بقى هو السكريبت كحوار كله ألاء اللي كاتباه يعني، بس كترابط. اوكي ألاء افتحي كلمي انت، اقفلي المايك يا نور لو سمحت. ألاء؟ ايوه ألاء. المشهد ده بيفكرني بالفيديو بتاع المناظرة اللي بين السلطان حسن ومحمد علي، هل صح الكلام ده ولا مش كوبي رايتد؟ لا هو مش كوبي رايت، بس هو يعني احنا تأثرنا جدا بالفيديو ده، واللي هو السؤال اللي حضرتك سألته في اول الليكتشر وفي اخر الليكتشر، ليه محمد علي والسلطان حسن عمرهم ما هيتقابلوا رغم ان هم مش في نفس السنة او تاريخهم بعيد عن بعض. فدي كانت حاجة مهمة جدا يعني، كانت لازم يعني كنا حاسين ان هي لازم تتقال في الفيلم. هي اللقطة دي كانت متغيرة شوية ما بين الرواية بتاعت سلطان الولاد الناس وما بين القصة اللي احنا حكيناها، ان هو قاعد وانت بتشوف المشهد ان هو قاعد بيبص من شباك السجن وعينه على الميدان اللي قدامه ده، وقاعد بيحلم باليوم اللي هيخرج فيه عشان يغير الدنيا. هل دي نقطة البداية اللي انت اعتبرتي ان هي دي بداية المقاومة؟ اه جدا يعني، هو كان مسجون ومحبوس وحتى يعني هو كان مقرر اكن الامل هو الحاجة اللي بيتحدى فيها يعني. حتى البيت الشعر اللي موجود بعدها اللي هو ان سألوني عن الظلام ووحشته فاقول احاربه بنور املي ووحدته، يعني هو اكن هو كان فعلا بيحارب بالامل بتاعه كل ضمة السجن، ان هو استحمل كل ده مظلوم ومسجون في سجن وهو ملوش ذنب باي حاجة. ف يعني مش قادر يتخيل ان واحد عاش كل ده بس هو خلاص هو عنده امل ان هو هيخرج رغم ان ما كانش فيه اي امل ان هو يخرج، ولا مش يخرج وبس، مش يخرج حتى مثلا ذليل او يخرج تعبان، لا يخرج ويعمل حاجه عظيمه جدا وهيتحدى كل حاجه ويتحدى بقى الظلم الناس دي كلها بحاجه عظيمه زي دي. فهو حلم فعلا يستحق ان هو يطلع بالجمال ده. بتلاقي نفسك دخلت في طرق شمال بعدها طرق يمين وطرق شمال أخيرة، وكأن الفراغ والكسرات مع تقلب الظل والنور بيشاركك التخبطات اللي حصلت في حياة السلطان حسن والمعاناة اللي هو مر بيها عشان يوصل لحلمه مع وصولك للصحن الكبير العائل. فتأخذ الحوائط العالية كل جزء منك لفوق وتفضل عينك متعلقة لفوق كأنها عايشة حلمها. ريمان؟ نعم يا دكتور. الشبه اللي ما بين حياة السلطان حسن والوصف المعماري للمسجد دي جت منين وازاي؟ ده في الاول انا بعد ما احنا خلاص اللي احنا قررنا ان احنا هناخد المسجد بتاع السلطان حسن، انا بقيت قاعده مع نفسي قاعده بدور اصلا على النت وبقرا في كتب ان ازاي العماره انها انا دايما حضرتك علمتنا من اول هيستوري 3 ان دايما العماره هي مش حاجه جماد، لا هي انها بتوصف حياه الانسان. وبدات من النقطه دي ان انا قاعده بدور عن حياه السلطان حسن ازاي بدات ترتبط بالمسجد. المسجد ده بالنسبه لي انا ما كانش ان هو مسجد وخلاص، لا اكيد ان هو كل حاجه في حياته انعكست في المسجد. وفعلا لما بدات اقرا كتير وادور اكتشفت فعلا كده ان اي حاجه في المسجد كان فعلا بتعكس حياته. والكلام ده اتعمل من الوصف الحقيقي يعني من زياره ميدانيه ليكي ولا من قراءات معتمده على المحاضرات والفيديوهات؟ لا خالص، ما رحتش ولا مره المسجد. انا بقيت بعد محاضره حضرتك، لا ده قبل كمان المحاضره، احنا من اول ما بدانا المسجد خلاص احنا قررنا ناخد مسجد السلطان حسن. انا تقريبا
قريت كتير جدا مع كمان مع الرواية المسجد فعلا يعني اتعلقت بيه بطريقة مش منطقية. بقيت قاعدة بقرا في كتب كتيرة قاعدة بقرا فيها عن المسجد، وأقرأ ازاي ان فعلا السلطان حسن وحياته وازاي اتأثر بيها المسجد بس. وبقيت كل ما اكتشف حاجة جديدة بقيت مذهولة واقول لهم انا اكتشفت كذا، وعملت يجي ريسيرش تقريبا 30 صفحة بس عن حاجات يعني مثلا عن المدخل والصحن. في المشهد ده يا ريمان كنت متحمسة قوي ومتشنجة ليه؟ أني واحد اللي هو المشهد بتاعنا وأنا قاعدة بحكي لهم وبرمي في الورق؟ هنشوفه مع بعض اهو. شغال معاكي؟ شايفين الصورة ولا لا؟ اه شايفين الصورة. ثانية واحدة. ده حتى باب المسجد النحاسي اخذوا المؤيد شيخ لمسجده، وبقت البوابة لطول 34 متر من سبب باب خشب عادي جدا. الشكل الجميل للبوابة مش حاجة جديدة ولا حاجة، بالعكس ده متاخد من العمارة السلجوقية. مسجد السلطان حسن زي اي. ليه هنا يا ريمان في كل شوية بتقطعي صفحة وترميها؟ الفكرة ان انا شخصيتي ان انا واحدة عايشة في عصر الخديوي اتأثرت بالعمارة الغربية، على الرغم انا عارفة من جوايا من جوا نفسي ان مسجد السلطان حسن ده حاجة عظيمة وانها يعني انها عمارة قوية جدا وعظيمة بطريقة مش منطقية، بس في نفس الوقت انا شايفة ان الغرب عندهم حاجات احسن وان هم كل يوم بيتطوروا مش زي العمارة المملوكية ان مفيش حاجة تطور للعصر الجديد. فقاعدة ان انا بدي محاضرة للطلبة وقاعدة ان انا قاعدة بتقولوا ان انتوا عندكم عمارة قوية وعمارة مملوكية، انا من جوه نفسي عارفة كده بس انا بحاول اثبت لهم العكس ان هم لا، الفكرة متاخدة وان هم ما عندهمش حاجة جديدة. يعني أنا قاعدة بدأت إن أنا أشوه صورة العمارة للطلبة بتوعي، يعني عشان كده في آخر مشهد كنت متأثرة جدا لدرجة إن أنا كنت عايز أعيط، اللي هو أنا عارفة ومتأكدة من جوه نفسي إن مسجد السلطان حاجة عظيمة بس ما خدتش بالي، واتأثرت بالغرب بس ما خدتش بالي إن إحنا عندنا حاجات أحسن من كده. ده في الحقيقة ولا في الـ ولا وأنت بتمثلي؟ لا الاثنين، يعني اللي هو ان انا عارفه ان انا متاثره بالغرب وكده لا ما كانش حقيقه صراحه. بس المشهد الاخير يعني يعني انا كنت كان الاثنين انبسط. دكتور انت مش عارف انا مثلت المشهد الاخير ازاي. يا الاء احكي للدكتور انتوا عملتوا ايه علشان تمثلوا المشهد ده. يا نهار هو احنا بتبقى ريمان فاتحة الكاميرا بتاعت الماسنجر على اللابتوب وبتصور بالموبايل عشان نبقى معاها وكده، فهي كل شوية الأداء مش مظبوط، فهي لا تظبط لا وتتلخبط في الكلام وتقعد تعيد لحد ما هي في الآخر اتعصبت بجد. فلما هي جابت آخر المشهد المشهد فعلا بقى ظبط، اللي هو وهي بترمي آخر حتة بترمي الكتاب والورق رميتهم بكل غل، هي فعلا كانت متعصبة من اللي بيحصل، هي مش عارفة تظبط. احنا قعدنا من الساعة 6:30 الصبح لحد الساعة 3 العصر تقريبا في المشهد ده، بس لحد ما في الآخر ظبط وهي متعصبة بجد بقى، اللي هي كانت جابت آخرها يعني. ما كنتش عارفة أركز إن أنا أقطع الورقة وفي نفس الوقت أقول الكلام، لما بعمل يعني لما بعمل حاجة بلاقي حاجة سقطت مني، وتقريبا انا خلصت الكتاب كله يعني. بص حضرتك يا دكتور الكتاب كله فضى من كتر ما انا قاعده بقطع فيه. انا عمال ابص بدور على فين الكتابه، ده كتاب فاضي ولا كتاب مليان، فانا شايفك بتقطعي كتاب حقيقي يعني. كتاب مليان، ده كان كتاب تاريخ العماره والفنون كمان، مختار كتاب تاريخ. يا نهار ابيض. طب يا الاء قولوا لنا انتوا كان ايه الرمزيه في ان هي تقطع الكتاب ده؟ استخدمتوها ازاي؟ هي المفروض ده في 2020 عندي الدنيا متكركبة جدا وورق السلطان حسن متكرمش،
فهي ريمان هي اللي كانت بتكرمش الورق، لما هي بدأت تشوه الدنيا وتلعب في أفكار الجيل بقى بتكرمشه ثلاث ورقات بالظبط وترميهم. وأنا عندي أول لما فتحت ولقيت ورق مكرمش ففتحت الثلاث ورقات اللي ريمان كرمشتهم وفتحها على صور السلطان حسن، يعني اللي هي دي دول بالذات الثلاث ورقات اللي ريمان كانت كرمشتهم عندها وهي بتشوه الأفكار، هم دول اللي أنا فتحتهم. Thank you.